اللغز في سيارة بوتين. سلام الله عليكم مشاهدي قناة الثقاف. كل شيء متعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجذب انتباه الجمهور بطريقة كبيرة على نطاق واسع من العالم، ومن أهم تلك الأشياء التي تجذب الأنظار للرئيس الروسي هي سيارته، والتي لا تفارقه أبدا خلال زياراته الخارجية للبلاد الأخرى. وتأتي سيارة بوتين بقدرة دفاعية عالية تستطيع أن تواجه الهجمات النووية وتتحول إلى غرفة عمليات تدير حربا شاملة، بالإضافة إلى مواصفات غير مسبوقة على مستوى الرفاهية والفخامة والابتكار. استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيارته المدرعة التي تحمل اسم أوريس ليموزين، والتي صنعت بالكامل في روسيا لأول مرة من خلال حفل تنصيبه رئيسا لروسيا عام 2018، بدلا من سيارته المرسيدس، ليبعث برسالة وطنية عن الاكتفاء الذاتي الروسي وتطور صناعة السيارات في بلاده. وتحمل السيارة رمز كرويتينغ التي يعني الحاشية أو الموكب. وتتمتع السيارة بمحرك هجين V12 التيربو ب12 سلندر، يعمل بشحن توربيني بقوة 850 حصانا، تم تطويره بمساعدة شركة بورش، ومثبت على النوافذ الجانبية للسيارة شاشات خاصة تبث ما يحدث خارجها، حيث أن السبب في ذلك البروتوكولات المعمول بها في السيارات الرئاسية، والتي تفرض في بعض الأحيان أن تكون ستائر النوافذ مغلقة، ويستطيع الراكب من خلالها مشاهدة كل شيء بالخارج على الشاشات المثبتة. السرعة القصوى لأوريس ليموزين تصل إلى 260 كيلومترا في الساعة، وتتميز بناقل حركة أوتوماتيك به 9 سرعات. وعن سبب تسمية السيارة بذلك الاسم أوريس، والتي تعتبر مشكلة من كلمتين أوروم مما يعني الذهب بالروسية، بالإضافة إلى الجزء الثاني التي يرمز إلى روسيا، وتحمل هوية تجمع بين سيارة رولز رويس الإنجليزية الفارهة وتاج الفخامة الألمانية مرسيدس إس كلاس. أما عن ما يميز تلك السيارة عن نظيرتها من السيارات الرئاسية فهو تدريعها، حيث يوجد بالسيارة كاسح للألغام وجسم معدني من الفولاذ مضاد للرصاص والصواريخ المحمولة كتفا. كما يمكن غمر السيارة بالكامل في الماء مع الحفاظ على سلامة من فيها، وتعمل على إطارات معززة بالصلب لمنعها من الانزلاق، وتحتوي على كبسولة مدرعة لمقاومة الطلقات النارية وانفجارات الألغام الأرضية، وبها نظام خاص للاتصالات مبني بالكامل على الأقمار الاصطناعية، مما يجعلها على اتصال تحت أي ظرف. كما تستطيع السيارة في حالة وقوع هجوم كيماوي أن تغلق نوافذها وتبقى لفترات طويلة تحت الماء مثل الغواصة، وتتمتع بناقل حركة الآلي، وتحتوي على تصفيح للدروع وشاسيه محصل للتصدي لتفجيرات القنابل. وتمت تغطية جسم السيارة بطبقة مدرعة بسمك 15 ملم مع هيكل مقوى يضمن عدم انزلاق جسمها تحت الضغط. ومن الداخل تحتوي على أنواع كثيرة من الأسلحة المثبتة في الأبواب. وتتكون السيارة من 6 أبواب، ويبلغ وزنها 16 طنا وطولها حوالي 7 أمتار. كما إنها تتمتع بطبقة من التيتانيوم وسقفها من الحديد الخالص، لدرجة إنه يستطيع تحمل وزن دبابة من طراز T72. كما يوجد داخل السيارة جميع المستلزمات المطلوبة، بما في ذلك حمام ودش للاستحمام، ومكتب مع مقسم هاتف، فيما يتم التحكم بها إلكترونيا سواء من الداخل أو الخارج. وفي نهاية الحلقة الرجاء الضغط على زر اللايك واشتراك للقناة مع تفعيل زر الجرس، ليأتيكم كل ما هو جديد في قناتنا قناة الثقاف.